دكتور جنيني فؤاد، طبيب مختص في الطب الرياضي. البادره اللي قامت بها لونيون ماروكان دي فوتبولور بروفيسيونيل، بادره طيبه تتخلي اللاعبين اللي ما عندهمش انديه تخليهم في كامل الاستعداد ديالهم. وحنا تنشرفوا على التطبيب ديال هاد اللاعبين باش يكونوا في الجاهزيه ديالهم، لا النفسيه لا البدنيه. والاتحاد مشكور على هذه البادره.